هذا السائل يقول: هل صحيح أن نقل ماء زمزم من مكان لآخر تنقص قيمته؟ بالنسبة لي ماء زمزم لا شك بأن له مزية، فهو طعام طعم وشفاء سقم. وأما بالنسبة لإخراجه فإن إخراجه مشروع، لا مانع من ذلك. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تأخذ ماء زمزم معها، إذن لا مانع شرعا من أن الإنسان يقوم بإخراج ماء زمزم معه من الحرم ويذهب به إلى بلده مهما بعدت هذه البلاد، فالمسألة فيها سعة إن شاء الله. وبالنسبة للماء، هل يتغير بكونه بعيد أو قريب؟ الماء هو ماء زمزم، ولكن لا شك بأن الإنسان عندما يكون عند البيت في هذا المكان المبارك فإنه قد اجتمع له الماء المبارك مع المكان المبارك، فلذلك ليس الماء الذي قد تغير أو أنه نقص، وإنما المكان تغير. المكان عندما يكون الإنسان عند البيت الحرام فإنه يكون في مكان مبارك، والأدعية التي فيه وهو أي ماء زمزم مما شرب له وهو يكون بجوار البيت، لكن لما يخرج هو ماء زمزم ويكون له ماء لماء زمزم، لكن فقط المكان، أما الماء فلا تنقص قيمته لكونه ماء مباركا.